الله امرك ابشر تجاهنا افتح جوالك ابو سعود لبيه لبيت حاج مهند قبل شوي يقول اذا عندك طموح ممكن تكون لك بزنس وهذا ترى يدخل في حلقه الليله ان عندنا حلقه اليوم كله. هي التجاره الالكترونيه بدون راس مال هذا الكاميرا بدون راس مال بدون راس مال موضوع شيق لكنه فعليا لم يوضع لغرض التشويق انما هو حقيقه على ارض الواقع بعد شوي راح يشرفني الدكتور رضا العواد على بال ما يجهز على بال ما يجي كلمني يا حمد اكثر عن موضوع او منجز كان طموح لك وانت حققته هذا الكاميرا منزلس معليش جلوسي معاك انت كم لا والله صدق يا حمد ليش انت سبت بالعكس يا جماعه قلت له جلوسي معاك انت كمقدم ما رضى لا فعليا انت قبلي في التقديم وانا اتعلم منك لكن فعليا انا ابي صدق لان في ناس كثير يشوفونا الان ست ارقام والله مهتمين بحمد السعود لما انت تقول عندي عندي منجز او طموح حققته انا كثير ناس يقتدون فيك صدقني يعني كطموح كل يوم انا عندي طموح يا سلام مستحيل اقعد من النوم ما يكون عندي طموح ليش كل ليش انت متجدد لازم الانسان يتجدد كم رمزك كم انت خايف من شيء اعطني اياه كم الرمز عشان حمد يسترسل سمي حمد تفضل انا كل اللي لك هذه صفحه سريه انا والمشاهدين نسمعك 06 96 06 ادري والله انت بصراحه بسرعه يا بسرعه ابشر اسلمي يا ابو سعود زين سؤالك الشيخ ليش انت متجدد تقول كل يوم عندي طموح شوف ليش انا كل يوم يكون عندي طموح الدنيا سؤال منطقي الدنيا متجدده الدنيا وهي دنيا متجدده فليش بني آدم ما يكون متجدد؟ يعني أنت من يوم تطلع على هالدنيا لازم تكون متجدد في كل شيء في تفكيرك في عقليتك مستحيل عقلية الأولين نفس عقليتنا الحين مستحيل عقليتنا نفس عقليتهم تختلف في نفس في نفس الش في نفس الوقت جابك بشرك شفت الحركة؟ أسلم جابه هنا عشان تبت الخلا أسلم إنزين والله انك ضيعني لا والله تفضل معك انزين فانا بالعكس انا يوميا لازم يكون عندي طموح عادل يا حمد يبني هنا عادل من خلا ما يبني طموح. هو ما يبني يزرع من خلا صح الله يبني هاي بنيان الشيخ انزين فشوف داش الصور لا والله ما نقص تعجل لي تكفى والله اذا ما تعرف جيبها لا رب الكعبة الان هذا لما يا اخي شغال في محل جوالات والله ما تعرف تنجم ملاحظة ركز ركز ممكن اكمل لا ارنك إيه لا بس بالتمر وتر يا اخي خله في شيء غلط في التلفون ها لا ما في شيء غلط بس انه عمليه نقل ملاحظه كتابيه من جهاز الى جهاز تستغرق لا لا شوف شوف انا اقول لك الخطوات بنقلها اول شيء اير دروب ما نقل قمت برسلها لي واتس على واتسي انا ثم انقلها من واتسي للجهاز يلا ما في مشكله الله يستر بدون ما اقول لك ايه الله يبيض وجهك يا مهم وجهك ابيض لكن الناس ما تبين خلاص عطها عطها العطها زين الاجل فالحمد لله من يوم خليني اقول لك من يوم كنت في صف ثاني ابتدائي وانا كان عندي طموح سلام بدايه طموحاتي كان كنت اشوف اخوي احمد في الاذاعه فقلت الا اكون انا في الاذاعه اقرا قران تالي شلون اقدم في الاذاعه تالي شلون اسوي واسوي كذي هلم جرى كل يوم كان عندي طموح يتجدد لما صرت مذيع في اذاعه المدرسه بعدها قمت اشارك في مسابقات اخواني اللي اكبر مني اختمام القران قلت لا اختم نفسهم واصير احسن منهم ومستحيل اني اصير احسن منهم لانه ما احسن مني انا اتعلم منهم اشوف اللي احسن مني في شيء اقول لا انا بوصل اللي هو وصل هو مو احسن مني شو اللي احسن مني هو فيه انه هو وصل لهذه المرحله جميل يعني انا ناقصني عقل ناقصني طول ريل يد مو ناقصني شيء فانا اقدر بس لا يحبط الانسان نفسه من داخل ويقول انا ما اقدر ان قلت حق نفسك انت ما تقدر فثق تماما انك لن تصل لن تستطيع ثق تمام الثقه انك مو في يوم من الايام في هاي اللحظه اللي تقول انا ما اقدر فيها انت بتطيح يا سلام باختصار بتطيح 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 بس على كثر ما تيك محبطات خل طموحك اكبر منها هاي المحبطات انت تصنع منها نفس الدري واركب لين ما توصل لاقصى طموح لك واذا وصلت لاقصى طموح لك ايضا بني لك طموح ثاني وثالث الى ان يرث الله الارض ومن عليها تروح امانتك واعظم الله اجرك وكانك تقول ما قلته في البدايه الحياه بلا طموح بلا طعم تعتبر بلا طعم ولا لون ولا رائحه شنو هاي اللي بلا طعم ولا لون الشغف الشغف وحده حلو كفيل بان يجعلك بعد انكسارك تقف الله. شكرا لك ابو سعود بيض الله وجهك.